السلام عليكم. اليوم تفقد الوزير نتاع السكن والعمران السيد محمد طارق العريبي تفقد ملعب براقي، ووقف على بعض المشاكل، منها الأرضية تاع الميدان. أولا أرضية الميدان اللي العشب اللي فيه بعض التدهور، وهذا ناتج للفترة الصيفية الحارة إذن اللي أثرت على أرضية الميدان. وفيه يعني كذلك زار المرافق، المرافقة للملعب، مرافق داخلية والخارجية كذلك. المرافق الداخلية تمثل في الغرف تاع تغيير الألبسة للرياضيين وللحكام، وهنا يعني الاشغال تمت رهيب، في ناجحه 100%، والالوان يعني والتصميم رائع، الوان باهته جميله جدا مناسبه. كذلك زار بعض الفضاءات الخارجيه للملعب، وهنا تجدر الإشارة أنه أنا حبيت نمد بعض النقاط الهامة جدا لو يتم المراعاة نتاعها. النقطة الأولى هي قضية الماء، لأن تدهور الأرضية تاع الملعب ممكن ناتج عن نقص الكمية تاع الماء أو النوعية تاع الماء هذاك. إذن النقطة الأولى هو أن أقترح أن يكون فيه خزان تاع الماء في يعني المجال نتاع الملعب، في ان كوان في منطقه معينه يكون فيه خزان نتاع الماء ليوفر الكميه اللازمه للملعب، وكذلك للفضاءات الخضراء لي زيسباس فير يعني مجاوره للملعب، ليتم تسقيتها بطريقه منتظمه. النقطه الثانيه اللي حبيت نقترحها إذا كان ما زال ما تطرقوش لها، هي قضية ليريغاسيون، السقي نتاع المساحات نتاع الفضاءات الخارجية لازم يكون فيه سقي أوتوماتيكي، لابد أن يكون فيه سقي أوتوماتيكي ويتحكم فيه بطريقة يعني نوميريك، سيستم ديجيتال نوميريك، يقدروا يتحكموا في السيستم تاع السقي، في الأوقات نتاع السقي، وفي الكمية تاع الماء على حسب الظروف، في الشتاء في الصيف في الليل في النهار. المهم يكون فيه نظام منتظم أوتوماتيكي لسقي فضاءات نتاع الملعب، اللي ظهر تظهر في الصور هنا تبدو غير يعني الغازون كل ما هو أخضر غير ناضج يعني من ناحية اللون تاع العشب وكذا. النقطة الثالثة وهي ثانية مهمة جدا، هذه النقطة هذه ممكن يتفادوها في المستقبل لكن صعب المنال، هي أولا في على السقف نتاع الملعب كان بالإمكان يديروا نظام نتاع جمع المياه، سيستم دو كولكت تاع المياه تاع الأمطار، لأن السقف فيه هو مساحة مسطحة، مش مسطحة 100%، لكن تقدر تجمع المياه تاع الامطار، سيستم دو كابتاج، تقدر تكابتي مياه تاع الامطار وتجمعها عبر القنوات على السقف، تقدر تجمعها في مكان معين نحو الخزان مثلا، ويتم تصفيتها لاستعمالها في سقي الغازون سقي تاع. وكذلك اقتراح اخر اللي ممكن تداركه هو ان يركبوا دي بانو سولار ولا دي بانو فوتوفولتايك، لوحات شمسية على السقف نتاع الملعب، مش كل السقف، لكن ممكن تكون فيها أماكن وين يحطوا هذو لي بانو سولار بطريقة منسجمة مع الشكل نتاع السقف ومع اللون نتاع السقف ومع التصميم بصفة عامة، باش ما تظهرش كتير للعيان، وتكون هذه اللوحات الشمسية تنتج يعني كمية من الكهرباء للاستعمال في الملعب، يعني بطريقة بتكون عنده استقلالية من ناحية الطاقة الكهربائية.
إذن هذه هي بعض النقاط اللي حبيت نتكلم فيها في هذا الملعب، واللي هي كذلك يعني هذه النقاط هي قابلة للتنفيذ في أي ملعب في المستقبل، ولا حتى في الملاعب اللي راهي قيد الإنشاء ممكن تركيب هذه الأمور. إذن نكتفي بهذا القدر، والسلام.